طيب، برضو البعض بيقول انه الاهلي تاثر في المباريات اللي اتكلمنا فيها دي بغياب مجموعه اللاعبين المنتخب الاولمبي، رايك؟ لا الحقيقه لا، يعني انا لم شايف يتاثر. لا خالص. يعني اكبر دليل على كده لو احنا اتكلمنا على اسماء اللعيبه، لو هنبتدي محمد الشناوي على لطفي وقف مباراه كبيره زي الزمالك، وهو اللي يعني حقق للنادي الاهلي 3 بونت. المباراه بتاعت بالظبط، كل المباريات اللي علي لطفي اسوان كل المباريات اللي علي لطفي لعبها، لا كان مشارك بشكل كويس جدا. بقيه اللعيبه صلاح محسن ما بيشاركش بشكل طاهر اساسي، بس بيلعب على طول. طاهر، محمد طاهر، ما بشوفش. يعني طاهر لعيب كويس جدا كابتن، لكن اكرم توفيق كان باك يمين على طول، بس مع موسيم ياني. هو بص يا كابتن، خلينا متفقين ان اكرم من، يعني انا بشوف من اهم اللعيبه في المنتخب الاولمبي كاداء، ومن اشرس اللعيبه بتاعه النادي الاهلي، وبشوفه لعيب يعني بروميسنج، لعيب واعد جدا في النادي الاهلي يعني. ولكن انا بشوف ان هو مع موسيماني ما بيشركوش غير في الفترات الاخيره، غير لما محمد هاني، يعني اعتقد ان موسيماني فوجئ باداء اكرم توفيق في المباريات الاخيره يعني. فهو بالنسبه له اللعيبه اللي موجوده، طاهر ممكن يغيب عن النادي الاهلي عادي، وغاب وحصل ما ياثرش. هو الوحيد اللي كان بيشارك بصفه اساسيه هو محمد الشناوي، لكن فكره ان اللعيب طاهر كان بيلعب على طول برضه، اوكي، بس مش بالتاثير اللي ممكن محمد الشناوي، مش بالتاثير، لا طبعا. يعني انا مش شايف اللعيبه اثرت، والدليل على كده ان الاهلي خد يعني من الاربع ماتشات حوالي 10 بونت، يعني هو اتعادل مع البنك الاهلي وكسب 3 ماتشات، غير وارد للنادي الاهلي، بس اللعيبه يعني ما كانتش مؤثره، مش مؤثره، لا.